هذا الحديث كما أسلفنا يضعفه الألباني رحمه الله في المشكاة، في مشكاة المصابيح، وذكر كلام النووي وتصحيحه له، ولكنه ضعفه، وذكره ابن حجر، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ذكره ابن حجر رحمه الله في الفتح، وقال رواته ثقات، وذكر كلام وتصحيح النووي له. وكونه يقول رجاله ثقات لا يعني الصحة، فإنه قد يكون السند رجاله ثقات لكن يكون منقطعا أو به علة. والحديث تحدث عنه ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وهذا الحديث رواه الطبراني ورواه الحكيم الترمذي ورواه البغوي في شرح السنة، ورواه من ذكر هنا، من في كتاب الحجة. هذا الكتاب ليس كتابا للنووي، وإنما هو كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر المقدسي الشافعي. قال ابن رجب رحمه الله: ويبعد أن يكون صحيحا، لأن نعيم ابن حماد المروزي تفرد به، وأيضا اضطرب في إسناده كما قال في جامع العلوم والحكم، لأن نعيم ابن حماد المروزي رحمه الله قال: كان أئمة الحديث يحسنون الظن به، وروى له البخاري، لأنه كان قويا على أهل الأهواء والبدع، لكن تبين لهم فيما بعد أنه يهم في بعض الأحاديث، فالموقوف منها قد يرفعها، ولذلك ضعفوه. قال أبو داود: له نحو 20 حديثا ليس لها أصل، ومع هذا كله انظروا لم يبخسوه حقه، فإنه إمام من الأئمة في رده على أهل الأهواء والبدع، لكن في الحديث تبين ضعفه. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كلامه، إلى كلام ابن رجب رحمه الله.